الحوار بفلوس يا أهم. الحوار ايه؟ بفلوس. الحوار بفلوس؟ انت بتشتمني ليه بعد كده؟ دلوقتي بقى انا 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 ليا سؤال، هل انت استفدت من الشوط بتاعي؟ ايوه بجد. يعني انا عملت حاجه هبه ولا حاجه هايبه؟ الحوار ايه؟ الحوار بفلوس؟ انت بتشتمني ليه بعد كده؟ انا عملت دلوقتي حاجه كويسه ولا حاجه اي كلام؟ طب ليه انا ما باخدش فيوهات ولا باخد اي ترند ولا الكلام ده، وبتلاقي اغاني مثلا زي الشعبيه؟ لا بجد والله انا بكلم بجد. ما هو عشان اللي طلبوني هنا ناس عندها رؤيه، شافوا ان في حد عمل حاجه فقال لك لا ده تعالى بقى، تعالى البيت عندنا هنا، ده في حاجه بتعملها بتاعك. بس في حاجه محزناني دلوقتي، انا لما اطلع انت شفتي بالظبط انا بعمل ايه. اسمع كلام، اصحى بدري، رتب هدومك. انا بكلم جد على فكره والله بدون اي شغل بعمل كل حاجه. اسمع الكلام واسمع كلام ماما وكده، وتلاقي واحد مطلع اغنيه انا اسف اشرب خمور وحشيش 8 مليون في يومين. 8 مليون فيو في يومين. لا خليك في حوارك، كنت كويس من شويه. ما تقارنش نفسك. مش بقارن نفسي ابدا. وما تتكلمش في الكلام، خليك في نفسك. ما انا مش بقارن، بس انا حزين. لا مجرد تقول كده بتنقد، ما تنقدش، سيب ده. طيب الفن كويس هيستمر. طب انا اقول لك على حاجه. انا من 2006 وانا شغال كده. طب ايه يعني في ايه؟ في كتير يشتغلوا. من 2006 بقى لي 14 سنه شغال كده. عايز اسمع ولا اسمع؟ عايز اسمع. في عدوا سنين طويله وبرضه بس يا بنت في عدوا سنين طويله وما تعرفوش. طب يا ناس كويس قوي. طب انا في كابوس مسالت الحرام والحاجات دي، ده توفيق من عند ربنا. انا عندي كابوس دلوقتي، هل انا هعيش وهموت وانا مش عملت حاجه كبيره؟ لا بتعملها كويس. طب انا جمهوري ما بيكملش حوالي قول 10,000 بس بجد. بالتدريج ان شاء الله هيبقى ملايين. هو انا مش معترض. في حاجه اسمها الصبر؟ طبعا. بس انا هقعد اكتر من 14 سنه اصبر كمان؟ تموت وتصبر ليه؟ انت واخد كل حاجه. انا بتكلم بجد. لو انت كل حاجه واخدها جد. عليك ان تجتهد فقط. ما هو الكابوس بس يا فيصل، الكابوس اللي بيضردني كتير. اتعلم. في كتير قوي جم وشقوا طريقهم في الصخر وتعبوا قوي ولم يحققوا النجاح الا بعد سنين طويله. سيب ده على الله، الرزق ده بتاع ربنا. جميل. طب اخر حاجه، انا لو عملت حاجه هايفه، لو عملت حاجه مبتذله، نعم، لو عملت حاجه، انا اسف في اللفظ، قللت الادب، مش هبقى ترند؟ لا هتبقى مبتذل والادب والناس هتتف عليك. طب والناس اللي عملت كده وبقت ترند بقى ايه؟ ما حدش تف عليها ولا حد قال لهم حاجه. خلاص عايز تقلدهم؟ لا طبعا. طب خلاص خليك في نفسك. يعني مثلا انا راجل طول عمري ملتزم، خلاص بيجي حاجات كتيره ليا فيها ملايين، لا ان شاء الله اموت من دول، فهمت؟ اذا استمر على مبدأك اللي انت ماشي عليه، وفجاه هتلاقي نفسك مع شوق الاطفال. انا اللي بقول يا رب تموت قبل ما تموت. شهاده والله اعتزم يا قيصر، والله بجد بجد. وشكرا جدا نشر المبادئ يا مسلم. وشكرا يا جماعه. يا رب بس النهارده، بالله بجد يا رب بس اكون يعني رسمت ضحكه بسيطه. لا لا حلو والله بجد. يعني دي حاجه شرف ليا اللي بيطلبني، والله العظيم شرف ليا كبير جدا، بالذات لما بيجيبني من حفله عامه بيبقى شايف ان انا بيا حاجه مختلفه عن حد تاني. لا حاجه كويس. شكرا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. شكرا يا قيصر. اللي بعده